بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه ان شاء الله هنبدا بيها في الهيدروكربون بروسيسنج هو الهيدرو تريتنج بروسيس. الهيدرو تريتنج بروسيس هي عمليات المعالجه. بتعالج ايه؟ اللي بتعالج ديستيليت مقطرات او دريفيتس مشتقات. بتعالجها من ايه؟ اللي بتعالجها من السلفر والنيتروجين باستخدام الهيدروجين عند ظروف معينه من الضغط ودرجه الحراره في وجود الكاتاليست اللي هو العامل الحفاز. طب ايه هي الرو ماتيريال او الديستيليت اللي انا ممكن اعمل لها عمليه معالجه؟ قال لي النفته، ممكن الكيروسين، ممكن الجاز اويل، وممكن الريزيديو او الفيول اويل. طب ايه هي البرنسبل امبيورتيز اللي ممكن اشيلها من عمليات زي الهيدرو تريتنج بروسيس؟ تبقى السلفر، النيتروجين، الاكسجين، الاولفين والميتال. طب ايه هي الميجر رياكشنز اللي ممكن اعملها في عمليات زي الهيدرو تريتنج بروسيس؟ يبقى طبقا لمين بقى؟ طبقا للامبيورتيز اللي موجوده. يبقى هعمل دي سلفرايزيشن، هعمل دي نيتريفيكيشن، هعمل اوكسجين ريموفال، وهعمل هيدروكربون ساتوريشن. دول الاربع تفاعلات الاساسيه اللي ممكن اعملهم في عمليات الهيدروكربون بروسيس. اول تفاعل عندي اللي هو دي سلفرايزيشن، اللي هو عمليه ازاله الكبريت. طبعا الكبريت لا يتواجد في صوره كبريت حر فري سلفر، بينما يتواجد في صوره مركبات كبريتيه عديده، منها الميركابتنز والدايسلفايد البوليسلفايد والسيوفينز. تعتبر السيوفينز من اصعب المركبات الكبريتيه في عمليه الازاله عكس المركبات الكبريتيه الاخرى. ويتم طبعا التخلص من الكبريت من مركباته في صوره ال H2S اللي هو الهيدروجين سلفايد، وده ابدا اسميه الريفاينري جازز. وشيء بالشيء يذكر، يتم اضافه طبعا الميركابتن دي بنسب ضئيله الى الغاز الطبيعي اللي هو راح المنازل، او الليكوفايد بتروليوم جازز اللي هو الغاز الاسطوانات، لان الميركابتن بيتميز بريحته النفاذه، فده بيخليني احس بتسريب الغاز في حاله حدوث اي تسريب لا قدر الله للغاز. يبقى قلنا مركبات الكبريت عبارة عن الميركابتن، السلفايدز، الدايسلفايدز، البوليسلفايدز والسيوفينز. وأمثلة على تفاعلات المركبات الكبريتية مع الهيدروجين، عندي هنا المصايل سيوفينز بيتفاعل مع الهيدروجين عشان يطلع لي النورمال بنتان والـ H2S، وطبعا هو بيطلع لي البرفين المقابل للسيوفينز. يعني هنا عندي كم ذرة كربون؟ ادي 5 1 2 3 4 5، فبيطلع ايه المقابل ليها اللي هو النورمال بنتان C5H12. نيجي على الاميل ميركابتن، تتميز طبعا مجموعه الميركابتن عندي اس اتش، على يمينها بقى او يسارها يبقى عندي بقى اللي عندي سلسله دي برمز لها بالرمز حرف ار، تفاعل مع الاتش 2 طلع لي النورمال بنتان والاتش 2 اس. عندي هنا الدايا بروبيلز داي سلفايت بيتفاعل ايضا مع الهيدروجين عشان يطلع لي البروبان مع الهيدروجين سلفايت. طب انا عندي هنا كم ذره كربون؟ قال لي دي 1 ادي 2 3 4 5 6. طب قال له ده طلع لي 2 بروبان، طب ليه ما طلعليش C6H14؟ قال لي ما هو ده بقى ايه التفاعل اللي بيتم مع الكاتاليست. يبقى ده الميكانيزم اللي انا عايزه. يبقى انا عايز الكاتاليست يطلع لي ايه؟ يبقى دي بترجع لظروف التفاعل من ضغط وحراره وكاتاليست. يبقى بيوجه التفاعلات لفين؟ للي انا عايزه. انا عايز البروبان. ويوضح الشكل ده ترتيب ذرات السيوفينز، طبعا الاسمر 4 ذرات كربون ادي 1 2 3 4، وعندي الاصفر ده ذره الكبريت، وعندنا 4 هيدروجين اللي واخدين اللون اللي هو الجراي ده 1 2 3 4. الميركابتن قلنا ان هو اصلا موجود بصوره طبيعيه في الكرود اويل او الناتشرال جاز، طبيعي موجود معاهم، تمام. بنرمز له برمز المجموعه الار اس اتش، الار دي ريبريزنتد للالكايل جروب او اورجانيك جروب، وبيطلع في كذا صوره، منها الميثايل ميركابتن والايثايل ميركابتن والبروبايل ميركابتن والبيوتايل ميركابتن او اي تفريعات اخرى. اشهرهم طبعا الميثايل ميركابتن اللي احنا بنسميه الاسنسيول، والميثايل ميركابتن اللي احنا بنسميه الميسنسيول. وده شكل ترتيب الذرات الخاص بالاسنسيول والميسنسيول.
وبيتم اضافته طبعا على الناتشرال جاز او غاز الاسطوانات اللي هو البتروليوم جاز اللي هو اللقوفات بتروليوم جاز عشان يديني ريحة في حالة حدوث تسريب ابدأ اميز الغاز. تاني تفاعل عندي اللي هو الدينيتريفيكيشن، اللي هو طبعا بيهدف الى ازالة النيتروجين من مركباته، حيث يتواجد النيتروجين في مركبات عديدة منها اللي هو زي المصايل بيرول والكونولين، وطبعا بيتم التخلص من النيتروجين من مركباته في صورة غاز الامونيا اللي هو ال NH3. هنا عندي أمثلة بتوضح تفاعلات المركبات النيتروجينية مع الهيدروجين، فعندي هنا مثال للمصايل بيرول يتفاعل مع الهيدروجين عشان يطلع عندي النورمال بنتان اللي هو C5H12 والأمونيا، فبيطلع هنا النورمال بارافين المقابل لمجموعة البيرول. فعندنا المصايل بيرول فيه كم ذرة كربون؟ ادي 1 2 3 4 5، فبيطلع البارافين المقابل ليه اللي هو C5H12. عنده ايضا تفاعل الكيونيلين مع الهيدروجين بيطلع عند البروبان وحالة البنزين والامونيا. ثاني التفاعل عندي اللي هو الهيدروكربون ساتوريشن، وهو ده بيهدف الى عملية ان انا بعمل تشبع للأوليفينات اللي موجودة عندي في الفيد، لان الأوليفينات عند درجات الحرارة العالية بتتكسر وبتتحول إلى كوك فحم، بيترسب على الكاتاليست وبيترسب على الجدران الداخلية لمواسير الأفران. ده غير إن الأولفينات بتعمل مواد غمز أسمار بتسد لي بعد كده المبادلات الحرارية، فبيتم التخلص منها بسهولة إن أنا بحولها إلى البارفن. وعايزك تعرف برضو إن الستريت ران فيدز اللي هي جاية من الأتموسفيريك ديستيليشن أو عمليات الفصل لا تحتوي على الألفينات، لأنك هتعرف بعد كده لما نيجي نتكلم على الكراكنج إن من ضمن مشاكل الكراكنج بيطلع عندي مين؟ الألفن. الهدف طبعا من تفاعل الالفنز مع الهيدروجين في وجود الكاتاليست اللي هو انا بكسر الدبل بوند اللي موجودة عندي في الالفينات عشان احولها الى الساتوريتد بارافين المقابلة ليها. رابع تفاعل عندي اللي هو الاكسجين ريموفال، طبعا يتواجد الاكسجين في صورة مركبات عديدة منها زي الفينول والبيروكسيد، ويتم التخلص من الاكسجين من مركباته في صورة بخار المية اللي هو ال H2O. بيوضح هنا عندي بعض الأمثلة لتفاعل المركبات الأكسجينية مع الهيدروجين كمثال للفينول والبيروكسيد. عندي هنا الفينول اللي هو عبارة عن مجموعة الهيدروكسيل على حلقة البنزين تتفاعل مع الهيدروجين ليتحرر منها حلقة البنزين وبخار المياه. بيتبقى لنا موضوع الميتالز. عايزك تعرف ان النفتافيد بيتواجد فيها ميتالز زي الزرنيخ والرصاص وتريسز من الكبر والنيكل، وبالنسبه للفاكيوم جاز اويلز كفيد او الريزيديو فيد بيحتوي على كميه لا باس بها من الفناديوم والنيكل. من اهم مشاكل الميتالز انها بتترسب على الكاتاليست، فبيقلل من الاكتيفيتي اللي هو نشاط الكاتاليست يوم بعد يوم الى ان ينتهي، وفي الحالة دي بضطر ان انا اغير الكاتاليست. وحتى نلتقي طبتم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.